جيو تعرفوا معايا الاخوان على افضل مواقع لحجز تذاكر الطيران وحجز الفنادق وايضا كراء السيارات. اول موقع هو سكاي سكانر. هذا الموقع هذا راه رهيب جدا وتقدم لك ارخص تذاكر الطيران اللي فيه عده ميزات يمكن لكم تفحصوها. هنا الطريقه ديال الحجز راه سهله جدا، كل شيء عرف ليها وفي جميع اللغات. هنا تدير فروم يعني فين منين غادي وفين غادي، وتختار التاريخ وغادي، وهنا تختار اش من رتبه ديال السفر، وتختار شحال من واحد من هنا ادلت يعني يمكن لك تبدلها لواحد ولا جوج ولا ثلاثه، تشيلدرن يعني الاولاد يمكن لك دير الامار ديالهم من تحت، وتضغط على ريسيرش اللي هي بحث. ملي تضغط على البحث يعطيك افضل وارخص تذاكر الطيران في هذيك الوقيته اللي درتي ليها الحجز. يعني موقع صادق جدا. نخليكم تكتشفوا الميزات اللي فيه، لانه تقدم عده ميزات، منها ميزه الهوتيلز، يعني يمكن لكم تحجزوا ايضا هوتيل من هاد البلاتفورم هذه مع تذاكر الطيران ولا تذاكر الطيران بوحده ولا الهوتيل بوحده. وايضا كراء السيارات يمكن لكم تكريو السياره باش تلقاوها موجوده في المطار لا سافرتو. يعني موقع مزيان بزاف، تقدم تذاكر رخيصه. نمشيو للموقع الثاني، وهذا الموقع هذا راه جوجل الاخوان، لانه جوجل ايضا تقدم هذه الميزه هذه وتتصدر نتائج بحث كبيره وعليه حجوزات كبيره بزاف، لانه ايضا تقدم هذه الميزه هذه ديال حجز التذاكر وحجز الفنادق. في عدة ميزات يمكن لكم تورا البلاتفورم تاهي تتشابه مع البلاتفورم الاولى. تضغطوا فين غادين ومن غادين وفين غادين، تضغطوا على شحال من واحد وتختاروا التاريخ وتعطيكم تذاكر ارخص. تندوزوا الموقع الثالث وهو موموندو. هذا موموندو الاخوان تنصح به، لانه بعض المرات يحط شي تذاكر الطيران اللي تكون رخيصه جدا، رخيصه بالجهد بزاف. يعني اللي بغى يسافر غادي يدخل لهذا موموندو يشوف، ويدخل المواقع الاخرى وهذا المواقع اللي تنشرح باش يشوف هنا تيكي اللي رخيصه، يعني التذكره اللي رخيصه غادي يقطعها. مواقع كما قلت لكم راه تتقدم عدة ميزات، يمكن لكم تدخلوا وتختاروا ولا تصفحوا كاع جميع الميزات اللي في الموقع، لانه تقدم هوتيلز، تقدم الكارز، تقدم بزاف ديال الحوايج. يمكن لكم تخلصوا ديريكت من هاد البلاتفورم. ايضا الاخوان كما قلت لكم هنا تشوفوا تقدم ميزه ديال السيارات، لان هاد البلاتفورم كلهم تقدموا ثلاث ميزات ديال السياحه والفندقه، يعني تجمع تذاكر الطيران والفنادق والسيارات. ندوزوا الموقع الرابع، وهذا الموقع راه غني يعني التعريف، اللي سميتو كاياك، ايضا بحاله بحال المواقع الاخرى تا هو تنصح به، لانه بعض المرات تدير شي تذاكر بواحد الاثمنه رخيصه جدا، يعني ما فيها حتى شي مشكل. يمكن لكم تصفحوا جميع المواقع باش تشوفوا ارخص تذكره وتقطعوها. تنضغطوا تنختاروا منين غاديين وفين غاديين والتاريخ وشحال من شخص، وتعطينا ارخص تذاكر في هذيك الوقيته. تندوزوا للموقع الخامس والاخير وهو اكسبيديا. اكسبيديا راه بحالو بحال هذوك المواقع كلهم، غير هادو اللي اخترت لكم راه من افضل وارخص المواقع اللي حجز تذاكر الطيران والحجوزات الفندقيه وكراء السيارات اونلاين. هذا الشيء هذا راه سهل بزاف. اكسبيديا تختار مين غادي وفين غادي والتاريخ، وتعطيك ايضا افضل وارخص تذاكر الطيران في هذيك الوقيته. يمكن لكم تصفحوا جميع هاد لي بلاتفورم اللي عطيتكم الاخوان، واللي كان مسافر يتصفحهم خمسة، واللي لقى فيها تذكره رخيصه يقضي فيها الغرض. نخليكم مع هاد الخمسه ديال المواقع تشوفوهم مزيان، تصفحوهم مزيان. نتمنى الفيديو يعجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم الاخوان.